والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين أرحمنا أرحم جماعة الحاضرين بارك شافنا وعافنا ونزم القرآن الشفاء والعافية والرحمة والبركة برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا لهم في هذا المكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل المكان هذا مكانا مباركا مرحوما مرزوقا مغفورا بعيدا عنا وعنهم الحسد والنظر وسائر المشاكل والمشكلات. برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين، خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني، سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد محي الدين عبد القادر الجيلاني. وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. آمين. صلى الله عليه وسلم. يا رب العالمين.